هذا اليوم هو من الأيام اللي بدأها المكتب الإقليمي ديال الإقليم المعاصر ديال الهلال الأحمر، ومنذ بداية الجائحة في المغرب كان المكتب الإقليمي سباق البداية ديال العمليات الاحترازية والتوصية ديال المواطنين على أنهم يأخذوا الحذر ديالهم. فالهلال الأحمر دائما تكون هو الأقرب للمجتمع والفئات المجتمعية الهشة. فهذه العملية الاستباقية اللي بديناها في بداية الجائحة، توزيع على نطاق واسع في الإقليم ديال النواصر ديال الكمامات وديال المواد ديال التعقيم. فالآن في هذا الوقت اللي وصلنا فيه في الذروة ديال الجائحة مع الفاريونت الجديدة المتحور الجديد، فالوليدات ديالنا ديال المكتب الإقليمي ديال إقليم النواصر ديال الهلال الأحمر الآن منتشرين على مستوى الشواطئ المغربية، في هاد باش حتى الناس ما يتمنعوش من الاستمتاع بالصيف وحتى بالنسبة للوليدات ديالهم أنهم يخرجوا في أريحية وفي أمان. فالهلال الأحمر تيواكب هاد الناس باش يوعيهم ويزيد يوعيهم على الخطورة ديال هاد المرض، وهذا من ضمن الأولويات ديال الهلال الأحمر المغربي، هو أن نقوم بعمليات توعوية في المناطق اللي تتكون عامرة بالناس أو ساكنة، ونفكروهم لأن الأمور وصلت لواحد الحد أن المستشفيات ديالنا عمرات العدد ديال المرضى وعدد الموتى وصل لواحد الحد كبير، فخصنا نتعايشوا مع هذا المرض ولكن نتعايشوا معه بطريقة عقلانية كما داروا كاع الدول المتقدمة. فالآن خصنا نوصلوا لديك الدرجة من الوعي الكبير الكبير الكبير، والحمد لله الهلال الأحمر تحت الرئاسة الفعلية ديال سمو الأمير الملكة حفظها الله هو الآن في القمة دياله، هو جندي من الجنود اللي تيشتغلوا الآن على الجبهة مع كافة الناس اللي تيشتغلوا من أطر صحية من سلطات إقليمية، فالكل الآن راه على مستوى الجبهة للقضاء على هذا الوباء والحفاظ على سيرورة الحياة في البلد الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي كرئيس جمعية المخيمين الدائمين بالمركب الدولي طمر الجوج حجرة كحلة، كنشكر الهلال الأحمر المغربي اللي داروا لنا هذه الإطلالة هذه للتوعية ضد هذا المرض كوفيد اللي هو مرض خطير وفكاك، وكيحاولوا كيوعيوا الناس على طريقة ارتداء الكمامات، طريقة التعقيم، وكيحاولوا يحسوا الناس باش يكون التباعد الاجتماعي باش هذا المرض هذا ما يتفشاش ويتفشاش. وكنشكرهم جزيل الشكر كما كنشكروا السلطات على هذه الالتفاته هذه للمخيم ديالنا اللي تقريبا الساكنه ديالو تقرب عما يزيد 4000 نسمه، والحمد لله حسينا بالساكنه تجاوبوا بزاف مع الهلال الاحمر المغربي، كيسمعوا واستافدوا بزاف، وكان التوزيع ديال الكمامات للساكنه اللي داروهم وعلموهم الاخوان اللي جاوا تقريبا مجموعه هائله من الشباب اللي ضحاوا بالوقت ديالهم جاوا باش يوعيوا هاد الناس هادو واستفدوا منهم الناس، والحمد لله زعمك على هذه الالتفاته هذه ولكم الشكر الجزيل. بسم الله الرحمن الرحيم، انا الكاتبه العامه للمكتب الحالي لمخيم طماريس جوج حجره كحله. حنا تنضمنوا مع هاد الناس اللي داروا حمله تحسيسيه، وتنشكروا اقليم النواصر اللي هي وجند لنا هاد الشباب وصفتهم لنا المخيم، وحنا كنا مساعدين لهم لانهم كانوا متحمسين وكانوا باغين يخدموا وباغين يديروا توعيه تصحيحيه للناس،
ودقوا باب باب وخرجوا الناس وشرحوا لهم نوعيه المرض وقالوا لهم الدرجه ديال المرض فين غاديه واصله، لان الاغلبيه الناس ما كانوش عارفين. وبالفضل ديال هاد الوليدات وهاد الشباب اللي جاوا توعت الناس، عطاو التعقيم، عطاو لي بافيت، وكانوا ونعمه تشجيع لهم. وحنا تنطلبوا من الله ومن هاد الوليدات يبقاو غاديين في هاد التوجيه ويقنعوا الناس ويديروا هذا حملات تحسيسيه باش يقولوا الناس راه المرض فتاك وباقي كاين لحد الساعه. وشكرا لهم. شوقي حسن، نائب الرئيس جمعية المخيمين الدائمين طمارس، تنشكركم شكرا جزيلا على هذا الجهد اللي قمتوا به وعلى هذا الالتفاته اللي جيتوا لنا لهذا المخيم باش تعاونونا في هذا التوعية. وتنشكركم بزاف، وتنشكروا السلطات اللي تما معاونينا عمالة إقليم النواصر، وشكرا.